بعد الاستاذ ابراهيم خلف ان شاء الله ياتي دور الشعر الاستاذ بدر البشيهي والدكتور رضا دكتور اسمك النهارده سلطان ابراهيم المهدي ماشي. الشعراء كثيرون ولكن يكفي اثنان من هذا. تفضل دكتور ابراهيم. اتكلم من موقعي ليه بعد كده عشان موقعك كرئيس اذاعه ولا بسم الله الرحمن الرحيم. من بواعث السرور في نفسي صحيح يعني دكتور رضا يعني ورطني انا ما لست شغوفا قوي بالميكروفون، احنا شبعنا ميكروفونات كتير، فانا جاي في هذه الزاويه والنهارده بالذات لاهنئ صديق العمر المشرب واحد والطين واحد والقريه واحده والمجال واحد والفكر واحد. فكان علي ان اهنئه هذه التهنئه بالولوج في هذا الخضم الذي وضع نفسه فيه في هذا الكتاب، لكن علشان ما يكونش الانسان منافق وان انا هو صديقي وشهادتي فيه مجروحه، انا قلت له اول ما بدا يشرع في هذا الكتاب ما توسعش القضيه على نفسك قوي. دكتور عشماوي يمكن تكلم عن النقطه دي، قلت له بس هو ما سمعش الكلام، مش ما سمعش عمدا يعني، انشغالات بقى وحاجات من دي خليها لقطات من الحرب على الاسلام، بلاش تاريخ، مش بلاش كلمه تاريخ دي، الحرب على الاسلام وافتح فيها لانك لو قصرت. ايوه طبعا. فهو لان هو هل هو رصد تاريخ الحرب على الاسلام كلها؟ يعني هو ده الكتاب يضم بين الفتيات هذا كله؟ طبعا كنت قلت له حتى شيل تاريخ او لو خلي التاريخ قول ايه لقطات من التاريخ او حاجات زي كده يعني. لكن هو انا عارف مشربه وعارف توجهاته، وهو الاعلامي الوحيد في مصر واكاد انزل انه ذو جرأة او جرأة شديدة على اقتحام القضايا المعاصرة اقتحاما ادبيا اعلاميا. نقطة اخيرة، أنا دايما في سجلاتي أو مقالاتي أقول القرآن الكريم بحاجة إلى أكثر من قراءة. دكتور خالد يمكن سمع مني النقطة دي قبل كده، في قراءة نقول القرآن الكريم غير التفاسير التقليدية المعروفة المعتبرة الجميلة التي لا يعني تحية فيها، نقول القرآن الكريم قراءة أدبية، القرآن الكريم قراءة إعلامية، القرآن الكريم قراءة نفسية، حيث نستدرج ونستمل من القرآن الزوايا الإعلامية في القرآن. دكتور صاحب الابن الجميل في كندا أو في أمريكا بيعيب، دكتور عمارة بيعيب على الدعوة زي ما تجاوزتش المحلية العالمية بحيث نغير الصورة المفروضة عن والله احنا بنعمل كتير. احنا يعني ال 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 القرآن ده لما نقرأه قراءة إعلامية المفروض على علماء الأمة الأزهريين بالذات ثم العامة من العلماء إن هو ده دورهم، وهذا مبلغ علمنا ومبلغ جهدنا. القضية اللي بنتكلم فيها دي قضية وزارات ودولة وناس وأمم ومؤسسات، إن هو بحيث إن هم يرجعوا الإسلام أو يعيدوه أو يعني يعلون به الى الدول ليكون عالميا. هم يعلمون ذلك لكن اكثر الناس لا يعلمون. القران محتاج الى قضايا اعلاميه، الاسلام قضايا تراني منتصر. حتى في مقالاته وسجالاته الدينيه التي نقراها على الفيسبوك ومقالاته القديمه، وانا اكاد اكون معه في هذا المشهد، ان هو انطلق من هذه الشرسه الاعلاميه التكوينيه من هؤلاء البشر الذين تجرؤوا على الاسلام بدرجه الالحاد. زمان الواحد لما كان بيعمل عمله، فنوع عمله لكن فاخيره. انا
يعني كتبت استاذي او عمي مجرد ثم الله اغبطه على هذا المشهد. وما هذا الحضور وما هذا التواجد الا يعني تذكره وصول ونجاح واستفتاء عام على هذا الكتاب الذي ربما لم اقرا بعضه الى الان، لكن اتمنى ان يواصل هذا الموضوع من زوايا اعلاميه خطيره، لان التفاسير موجوده في القران كتير، لكن احنا عايزين اللي يتكلم عن التاريخ يسيب الموضوع ده لاهل التاريخ ويكلمنا عن التاريخ الحرب على الاسلام من زوايا اعلاميه. وانا اعرف انه قادر على ذلك واقدر عليه من هو من اساتذه التاريخ او لا متخصصه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.